ويكيبيديا. كلنا نعلم أنها أحد أكثر مواقع الأنترنت استخداماً في العالم. ويكيبيديا عربية تحتوي على أكثر من 500,000 مقالة وأكثر من 1,400,000 مستخدم مسجل. هل تعرفون من يصنع الويكيبيديا؟ هل لديكم فكرة عن كيفية إنشاء مقالات في الويكيبيديا؟ وهل تعلمون أنكم أنتم أيضاً يمكنكم إضافة محتوى ومعرفة للويكيبيديا؟ الويكي مساق أول مساق بالعربية لتعليم التحرير سيشرح لكم كل هذا وسيفتح لكم باب التسجيل بمساعدة ويكيبيديين متمرسين سيساعدونكم على دخول واكتشاف عالم الويكيبيديا عن قرب. يمكنكم الآن التسجيل في الويكي مساق مجاناً والحصول على شهادتكم حين تنهون برنامجكم بنجاح. التسجيلات مفتوحة إلى غاية 15 فبراير 2018. سارعوا لتسجيل عبر موقعنا.